الجوالي هو مشروع للألبسة الجاهزة، بديته عندي فترة معينة، والفكرة نتاعه كاملة مستوحاة أني نحول ألبسة التقليدية المعروفة إلى ألبسة بسيطة نقدروا نلبسوها في أياماتنا العادية. والحاجة اللي تميز ممكن الجوالي أنه إحنا نسمعوا للزبائن نتاعنا، فنحاول نلمسوا كل الجزائريات ونحاول نردوا يعني أغلب الأزواق. مهن حرة هو مشروع يعنى بدعم أصحاب الحرف الخدماتية وفتح فرص الشغل لهم. احنا بدينا المشروع تاعنا في 2020 في ظل جائحة الكوفيد، واللي حبينا ان احنا نقدموا لهم وسيلة تواصل رقمية وين اصحاب الحرف يقدروا يتواصلوا مع الزبائن تاعهم. المشروع تاعي اسمه ايزيا، سي غولاتيف الاسم حيزيا، سي ان لونور دو لا فام الجيريان، سي اون ابليكاسيون في الدومين تاع لا سانتي لا بوتي اي لو بيانيتر. المسابقة شارك فيها اكثر من 300 نساء من مختلف أنحاء الوطن، أكثر من 40 ولاية، وتم انتقاء في البداية 36 مشروع، ليتم في النهاية يعني أمام لجنة التحكيم تقديم 12 عرض، وتم اختيار 8 مشاريع الفائزة للمرأة المقاولاتية.